Je pense que si elle est bien en forme, ce qui doit être le cas à cette époque, l'équipe de... C'est l'USMA d'Alger. Oui, ben oui, ben c'est... Je pense qu'ils vont gagner cette finale. بطبيعة الحال حتى إلى الخصم كبير أنا نظن الاتحاد العاصمة كان كبيرة لما نشوف التاريخ تاع الاتحاد العاصمة منذ الاستقلال وهي تبرز في البطولة الوطنية ولحقت نقول درجة اللي الإنسان يفتخر بهذا النادي هذا والشيء اللي أنا نظن الشيء اللي راه يجرى حاليا في الاتحاد العاصمة يبين أول شيء صحة الفريق من كل جانب. الجانب التسييري، الجانب التقني، الجانب المحيط بصفة عامة، فيه روح تاع المعاملات ما بين أنصار والفريق، بين اللاعبين والمدربين، هذا شيء إيجابي بالكثير. احنا واش نقولوا احنا لينا مفخرة هذا الفريق اللي راه يلعب الأدوار الأولى في شامبيونز ليغ، وهذا فريق تاعنا إن شاء الله نتمناو بالتتويج. ان شاء الله الكاس شامبيونز ليغ يريح في الجزائر كما جابته ستيف وان شاء الله يريحنا في الجزائر مع الاتحاد العاصمه. ملي بدات لا كومبيتيسيون افريكان لوسما ما ولاتش اتحاد العاصمه ولات اتحاد الجزائر لوسما تاع الجيري كامل وبيان سور كلنا رانا معاه ونتمناو ان شاء الله الكاس يجيبوها لنا من مازامبي والنهار السبت ان شاء الله نطلب ما نشكش انه ما يكونش الجمهور لكن انا عارف باللي كل الجزائر راهي مع لوسما دالجيري جلور سويت بون كوراج بوكو دو كوراج وانا ماني نحس باللي يجيبوا لنا لا كوب ان شاء الله في مازامبي بون كوراج ميرسي. التيبي هذا فريمون صعب شويه صعب هنا يلزم الناديه يلزموا موا يسجلوا ثلاث اهداف ها باش يروحوا ليك ترانكيل زوج ثلاثه صفر ان شاء الله نتمناو لهم ونفرحوا كل والشعب الجزائري يفهم باب الود تفرح ها القصبه تفرح والجزائري وكل تفرح. اللقاء سيكون حاسما وتكون فيها الجماهير غفيره باذن الله ويكون البهجه في ملعب حمادي ونتمنى ان شاء الله ان يعني الخصم قوي وقوي جدا. اما اتحاد العاصمه فهو نادي عريق وكبير وان شاء الله نشوفه نهائي جميل.